الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي تطرق إلى الظرفية الدولية التي يعقد فيها المؤتمر على كافة المستويات، بداية من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وخلفت تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين الوطني والدولي. من أبرز التطورات على الساحة الدولية بعد المؤتمر مباشرة، أي مطلع سنة 2020، هو انتشار وباء كورونا في العالم. نشير من جهة أخرى إلى أن استئناف الكفاح المسلح بعد نصف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 قد فرض حضور القضية الوطنية بشكل لافت على الساحة الدولية، سواء على مستوى مجلس الأمن الدولي أو على مستوى الهيئات القارية والدولية والحكومات.